مقطعنا يا جماعة عن تحطيم الأرقام القياسية. معلش القطعة، بس إذا أنت شفت المقطع أول، هذاك المقطع أنا حذفته عشان جاله كوبيرايت، ترى فيه أشياء جديدة مو نفس المقطع حق أول. ما أدري يعني، يمكن في نص المقطع يمكن في نهاية المقطع، أنا ما أدري صراحة. أنت شوف المقطع وإن شاء الله يعجبك. إذا شفت المقطع كامل أكتب في الكومنت، لأني حديك 10 دولار. لا أمزح، بس أكتب في الكومنتات مين كمل المقطع بعرف بس. وكمل المقطع، يلا سلام عليكم. في السنوات الاخيره يا جماعه صرنا نشوف في يوتيوبر كثير يحطوا ارقام قياسيه مجنون، سواء ان كان في ارقام المشاهدات ولا المشتركين ولا حتى المقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هيا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أول مرة تخش قناتي، أنا اسمي عبد الرحمن وقناتي عبارة عن جيم، وفي الأسبوع أنزل شطحة، يعني أحاول أن أنزل شطحة كل أسبوع، يعني ساعات أسحب بس أني أنزل شطحة كل أسبوع. المهم يا جماعة، هذا التحدي غريب شوية وعجيب نفس الوقت، حتى لو تشوف نفس اليوتيوبر اللي سوى ذا التحدي رابطينهم بحبال. ايش هرجة هذا التحدي؟ فاكرين ذيك الفيديوهات اللي كان يرمي الكورة من فوق جبل ومع الهواء وما ادري كيف تروح بعيد؟ تقريبا نفس التحدي هذا بس اصعب شوية، لان هذا التحدي لازم يرميه من فوق جبل ويجيبه كمان في السلة. البداية هذا خوينا كان ماخذ رقم القياسي في اعلى مكان، لكن جو حقين قناة دوت بيرفيد وكسر رقم القياسي حقه. عايز باسكتبول. جماعة معلش على تخريب اللقطة، بس والله ادوني كوبي رايت على هذه اللقطة، عشان كده انا نزلت المقطع تاني مرة لان ادوني كوبي رايت، فكمل المقطع. لكن جاء ذكر وقال استغفر الله. مرة اعلى جبل في لسيتشو في افريقيا وعلى بعد 660 قدم، وحقق الرقم القياسي تاني مرة. I'm really sure I'll do these vlog things. I'm sure I'll get better as I progress. Basically, I'm going to be doing one of these things every single day for at least a year. Welcome to year 10, guys. هذا اليوتيوبر من قناة شال إيز. والله يا جماعة صراحة أنا ما أدري من مين جبت هذا الاسم، بس مشوا اسمه اليوتيوبر تشارلي ستيربي، أنا ما أدري مين صراحة طلع هذا الاسم. أول شيء كمل المقطع، وهي كل شيء تشوفوه مشوا ما عليكم. حتى مرقم القياسي في تصوير الفلوقات اليومية، و2017 أخذ جائزة أكثر فلوقات. يا جماعة أنتم متخيلين 3000 مقطع بدون انقطاع؟ أنا دحين أنا 100,000 أنا دحين 100 مقطع ماني قادر أصوره. والله ده خطير، تقريبا جلس 8 سنين عشان يصور ده بدون انقطاع. 8 سنين بدون انقطاع صور 3000 مقطع، يا الله والله جنون. كيف كذا؟ World record certificate most consecutive daily personal video vlogs posted on YouTube is 3057 videos and was achieved by Charles Trippy aka CTFXC United States on YouTube vlog Internet Killed TV as of 14th of September 2017. وكمان قبلها في عام 2015 جاب 2000 مقطع بدون ولا انقطاع، تخيلوا كل يوم ينزل. ولو تخش قناته حتلاقيه لسه ينزل، بس ما صار زي اول كان ينزل يومين، الحين لا صار يقطع ما صار زي اول. عندنا يوتيوبر عربي اعتقد راح يكسر رقم القياس، لانه في اليوم ينزل من مقطع الى مقطعين، وانا مسوي جدول على الفاضي والله، بس والله حاول ان امشي عليه. مستر بيست اعتقد كل مقطع حنزله حيكون هذا معانا. محطة من الارقام القياسية، قرأ كتاب كامل في مقطع واحد، عد من واحد ل 100,000 في مقطع واحد، جلس في اسلام لمدة 24 ساعة، وقال لوغان بول 100,000 مرة. تحدي احسه هبل صراحة، هي كل تحدياته هبلة، بس والله ترى يطلع منها فلوس كثير. تخيلوا 13 مليون مشاهدة، يعني يمكن 13 ناقص 12، يعني يمكن 200 لا 80,000 زي كذا، تخيلوا 80,000 سعودي، والله كثير من مقطع واحد بس، اخر مقطع 13 مليون والله كثير صح. المهم هذه المره مستر بيز قرر يرفع الليفل شويه، وطلب اوبر واخذ رحله طولها 2256 والله غير قلتها، وحوالي 48 ساعه. بدا الرحله من نورث كارولينا. I'm currently here in North Carolina as you can tell from my professionally drawn map and I'm going to take an Uber from North Carolina all the way to California in one trip and we're going to set مثل خط واحد لين كاليفورنيا يا حبيبي. You just drove us all the way from North Carolina to California in 40 hours. Yes. لوغان بول سوى تجمع في احد المولات. ودائما المعروف اي يوتيوبر يسوي يجي 3000 2000 ها 5000 يعني بالكثير، لان المركز كمان شكله صغير وما يشيل عدد كبير. تخيلوا يا جماعة حضروا في الإيفنت ده 11,000 شخص، والعجيب إن العدد هذا جاء في دبي وهو يوتيوبر أمريكي.
هو فلك خسر ارقام قياسيه الاجانب ما قدروا يسووها. سوى بث لما وصل 7000 مشترك وجاب 300,000 في نفس الوقت. 300,000 مشاهده في نفس الوقت رقم مره اسطوري. انا دحين مقطع واحد ما جبت 1000 مشاهده بس بالمستقبل حنجيب اكثر باذن الله. سبت 7 مليون بثيت باليوتيوب وجبت رقم قياسي ببث مباشر في الشرق الاوسط. أو فل أول يوتيوبر يوصل 10 مليون مشترك في سنة واحدة. ماي جاد، أنجح اسم يوتيوبي في سنة 2020، ما حد يقدر ينكر هذا الشيء. والحين هو ما شاء الله 13 مليون. إذا أنت وصلت لهنا لا تنسى اللايك، لأن اللايك والمشاهدة الطويلة هو اللي ينشر المقطع، أو كده ننشر ونطرح أبو فلة. خلاص لهنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى اللايك، ويعجبك المحتوى اشترك وصلي على الحبيب نحتسب أجر سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنت وصلت لهنا يا وصلت لنهاية المقطع، أكتب في الكومنتات أي حاجة وحط آخر شيء نجمة عشان أعرف من جد مين آخر واحد وصل النهاية. الحين بديكم كومنتات المتابعين حق هذا المقطع، كومنتات حق هذا المقطع اللي الحين حينزل. والله صراحة حرام في كومنتات مرة حلوة حرام تتمسح، عشان كذا حنزلها دحين. هذا يا جماعة كومنتات المتابعين، لكن هذا أفضل كومنتين صراحة للمقطع هذا اللي نزل الحق هو اللي حد هو ده. والله صراحة يا جماعة شكرا على التعزيز هذا القوي، والله يا أخي أنا ما أعرف إيش أقول. تعبيت يا جماعة تعبيت.